صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله قراران لسنة 2019 بتعيين مدراء في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل. ونص القرار رقم 26 لسنة 2019 بتعيين مدراء في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جاء فيه: المادة الأولى: يعين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كل من السيد أحمد عيسى أحمد أبو الفتح مديرا لإدارة حالات الطوارئ، الشيخ منار بنت عبد الله بن علي الخليفة مديرا لإدارة نظم المعلومات الجغرافية، الشيخ صباح بن حمد بن عبد الله الخليفة مديرا لإدارة الهوية والسجل السكاني، السيد حسن محمد حسن علي مديرا لإدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة، الدكتور خالد أحمد المطاوعة مديرا لإدارة الحوكمة والبنى المؤسسية، السيد عبد الله حبيب مصطفى محمد مديرا لإدارة تطوير النظم الحكومية، السيد هشام إبراهيم الهاشمي مديرا لإدارة دعم وصيانة النظم الحكومية، السيدة دنيا فيصل سرحان مديرا لإدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية، السيدة لولو سامي إبراهيم مديرا لإدارة الاتصال والتسويق، السيدة رانيا عبد الرحمن البعينين مديرا لإدارة العمليات، السيد علي محمد الزياني مديرا لإدارة خدمات أمن المعلومات، السيد عبد الله علي الجودر مديرا لإدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية. ونص القرار رقم 27 لسنة 2019 على تعيين مدراء في هيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه: المادة الأولى: يعين في هيئة تنظيم سوق العمل كل من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله آل خليفة مديرا لإدارة السياسات ومعلومات السوق، السيدة شيرين خليل محمد الساعاتي مديرا لإدارة التظلمات والحماية، السيدة هناء عبد النبي حسن الصفار مديرا لإدارة الاتصال، السيد علي خليفة علي بن علي مديرا لإدارة الموارد البشرية، السيد أحمد إبراهيم محمد الجنيد مديرا لإدارة التفتيش الوقائي، السيدة إيمان عبد الجليل محمد شبيب مديرا لإدارة خدمات أصحاب الأعمال، السيد محمد عبد الله صالح الأحمدي مديرا لإدارة الترقيق والتطوير، الشيخ علي بن محمد بن عبد الله آل خليفة مديرا لإدارة حماية الأجور، السيد حسن جمال عبد الرحيم آل رحمة مديرا لإدارة الترخيص، السيد نضال سلمان ضيف البناء مديرا لإدارة خدمات الوافدين، السيد يحيى عبد الكريم محمد العلي مديرا لإدارة معالجة الطلبات، والسيد محمد أحمد مطر البسميط مديرا لإدارة الشؤون القانونية.